السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أننا لسنا مطبلين ولا مصبغين فغنقول الحقيقة كما هي، المغرب كيمشي بطائرة أجنبية من المغرب إلى الجزائر، وهذا الشيء ليس انتصار. شوف تي في، هذا الشيء عادي جدا. الشان كون بغاو يمشيو بطائرة أجنبية غيمشيو ف يعني بلا ما ديك التطبيل الخاوي. كون مشاو بطائرة مغربية غنقول لكم شابو ونقول لكم بانه انتصار كبير، لكن المنتخب المغربي مشى اليوم بطائره اجنبيه من المغرب الى الجزائر، وهذا الشيء اللي كان خاصو يكون في الاول مع الشان. اذا ما كاين لا انتصار لا والو، سالينا. اذا هذا الشيء اللي عندنا في هذا الفيديو، كنتمنى انكم تفهموا المقصود ديالي وما تفهموش بانه باغي نهاجم ولا شي حاجه، لانه الفيديوهات شاهده على هذا الشيء. نحن ندافع دائما، وهذه المره راه قلنا الحقيقه فقط لا غير.